الحوار تغير من قيود الحركة عاد من عند الحرار طالع نازل عالي فلو كلكو يلا تفضلو كلكو عند العازم تو يلا كلكو اسمعو شوف الكلام كيف مني بيطلع تحاولي تقلدو ما بنفع لاني ماشي على البيت لاني هيك من يوم ما بنيت لاني هيك اهتدت الصدارة باسلوب غنيت تعا نسمع تعا نشوف تعا نغني كلنا على هالمكشوف تعا نفرد كل ورا تعا نوصل المكان نسوى نشوف مين اللي حكسر البيت هكم من واحد طلع غني الراب هكم من واحد بتعرف عنده اسلوب ارتباط بين البيت والكلمات بين المعاني الواقعية في الحياة الداخلية في كل الدول العربية فكر قرر حاول لو مرة تغير الواقع اللي مأير في البشرية بيدمر لكوني فلسطيني لكوني اسلامي وديني لكوني تعيش بغزة لكوني تعيش بغيرها كونك حامل هوية بتأكد وجودك فلسطيني بتضلك للأساس دايما مطلوب لحكومة التعاريس قاتل عند رخيص تعتبر انك خسيس بس كلنا ميد ان غزة ميد ان غزة ميد ان غزة اواز ميد ان غزة ميد ان غزة مصنوع في غزة مصنوع في غزة مصنوع في غزة مصنوع في غزة بالتحديد في مدينة خان يونس بالتحديد في شارع الفارة بالتحديد في مدينة خان يونس بالتحديد في شارع الفارة تشيك تشيك بوم انا اجيت اليوم انا بصوت عالساحة انا ما تعبت اتشجعت انا لما نازل حامي رامي كلامي عطاير ماكل السحاب بصوتي انا مين هار كل سأل ولا عرس رد من الخوف تراجع هاجم قادر ردي للحروف اخبطها هيك استراتيجيتي في الحرب اكسبها كله فكر بالتحديد في مدينة خان يونس